مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في النشرة الجوية. إذا ارتفاع محسوس في درجات الحرارة القصوى على المناطق الشرقية والجنوبية للوطن. نبدأ نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاصطناعي، توضح لنا السحب على المناطق الشمالية والجنوبية. حركة الرياح ليلة اليوم غدا إن شاء الله مع الصباح نسجلوا بإذن الله 30 كيلومتر في الساعة على المناطق الشمالية، لكن تقدر تلحق 40 كيلومتر في الساعة على الولايات الجنوبية. راح يكون فيه تطاير محلي للرمال. نروح الوضعية الجوية اللي نتوقعها خلال ليلة اليوم إن شاء الله. الحليب قادم مستقر وصافي على العموم، هذا على معظم المناطق الساحليه. كذلك حتكون في سحب عابره على المرتفعات الداخليه الغربيه والوسطى. بالجنوب حتكون في سحب على تندوف حتى على تمن راس. تبقى الاجواء صافيه على باقي المناطق الجنوبيه. درجات الحراره اللي نسجلوها خلال ليله اليوم ان شاء الله راح تلحق باذن الله 25 درجه على باتنه وسطيف، 26 درجه بالجزائر العاصمه، تلحق 19 درجه على منطقه وهران، 22 درجه بعنبه، 25 درجه على البيض نعمه مشريه، نسجل 31 درجه على عين سلح ومنطقه ادرار، 23 درجة بتندوف، 28 درجة على إليزي وجنات، و30 درجة بمنطقة عين قزام. غدا إن شاء الله مع الصباح راح يتشكل ضباب خفيف، هذا على معظم المناطق الساحلية للوطن. الأجواء على العموم حتكون مستقرة على المناطق الداخلية حتى على شرق البلاد والولايات الجنوبية للوطن. بالنسبة لدرجات الحرارة اللي نسجلوها غدا إن شاء الله مع الصباح راح تلحق بإذن الله 23 درجة على باتنا، 25 درجة على البيض نعمة ومشرية حتى على سطيف، نسجلوا 24 درجة بتيزي وزو، 19 درجة على الجزائر العاصمة، 20 درجة على وهران، تلحق 23 درجة بعنبة، 35 درجة على عين صالح، 34 درجة نسجلوها بأدرار، 27 درجة على تندوف، 30 درجة على إليزي جانات غردايا ومنطقة عين قزام. بالنسبة لحالة البحر الغدوة إن شاء الله البحر راح يكون قليل الاضطراب على السواحل الغربية ومن جميل إلى قليل الاضطراب بالسواحل الوسطى والشرقية. الرياح ما تتعداش سرعة 30 كم في الساعة على كامل السواحل الوطنية. بالنسبة لعلو الموج إن شاء الله ما يتعداش نص متر على السواحل الوطنية، ورؤية حتكون حسنة على طول الشريط الساحلي. مشاهدينا الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال الطقس لليلة اليوم، غدا إن شاء الله مع الصباح والله أعلم. نشكركم على المتابعة، في أمان الله.